بيان رقم 4 واضح وصريح فيما يخص المركبات التي تركن على الرصيف. المشاة تلاحظين من مستخدم الطريق مو المركبة. المركبة هي المرآة، الجراج، السايد الأول مرة نعم. تسمح بالاستيقاف وليس الوقوف. نعم. مقدمة على هاي مخالفة صريحة. نعم. والنوب صاحبها عايفة ورايحة. هسه أمنية نحن هم نخاف. نعم. متروكة يعني لا سمح الله خاف غير شيء. نعم. أو صايرة بها حادث لا سمح الله وعايفة ورايحة. نعم. خصوصاً أنت منطقة العلاوة عدة شايلين فيها تلتجئ لها من كافة المحافظات وكافة. نعم. مقدمة على هاي مخالفة إن شاء الله راح نفرض عليها الغرامة. نعم. ننتظر لا سمح الله الوقت أكثر من ساعة. إذا ما أجل عندنا إجراءات ثانية اللي هي رفعها بالإفران وأخذ ساحة الحجز. نعم هسا إحنا راح نغرمها بحسب بيان رقم 4 لسنة 2024. أيضا عندنا مخالفة أخرى سيدي، بينما أيضا هذه المخالفات هم مركبة ثانية وهذا رصيف، يعني المفروض سائقي المركبات ينتبهون لهذا الموضوع وما يحملون مديرية المرور عبء عدم وجود دراجات. صحيح لان دراج قريب مقدم على نعم. يعني تقريبا في بعد 500 متر اذا تلاحظ هاي هنا دائره مقدمه شركه الفاو الهندسيه نعم. اغلبهم موظفين هم عندهم دراج اذا تلاحظين نعم. بس الظاهر ما يوسع يلتجئ الموظف انه يتركه احنا دائما مستمرين بتنبيههم غراماتهم حسب بهم الظاهر يعني سيدي احنا واجبنا هو نشر الوعي والثقافه المروريه والقانون مخالف. واضح وصريح فيما يخص هذه المخالفات بيان رقم 4 لسنة 2024 وضح أنه يعاقب بغرامة مقدارها 100,000 دينار كل شخص يركن المركبة على الرصيف. نتمنى منكم التعاون، احنا واجبنا خدمتكم، لكن انتم تسلبون حق المشاة بالطريق بحيث هسه احنا بدنا ننتبه انه سائقي مستخدمي الطريق جاي تجي للشارع ولا سمح الله هم نخاف عليه لان تدرين وانت من الناس هسه قبل شوي الحمد لله على السلامه صحة وعافية. انت هسه قبل شوي لاحظت احد سواق المركبات راد يعني شلون تقول هي دعمش هسه صحيح صحيح. احنا ايضا عندنا موضوع جدا مهم، احنا اليوم متواجدين بمنطقة العلاوة وانتبهنا على حالة انه سائقين مركبات، هل من المعقولة انه ما تشوفون مستخدمي الطريق المشاة؟ يعني امامك شخص واقف ودا يمشي ودا يعبر انت عادي يعني مكمل طريقك. سيدي تكلمنا عن هذا الموضوع يعني احنا انتشارنا هسه الحمد لله صار تواجدنا اكثر طرفين سنوات سابقه قله الموجود لا حاليا الحمد لله هاي نعاني من هالمشكله هي هي مشكله ذو يعني شلون تقول ذو وجهين عبور الشخص بدون يعني شلون تقول قبل شويه اخي جاسر مره كبيره بالسن انا وجهتها للامانه قلت له عبرها لان هاي جوز راح تتعرض لحادث بكثره حوالي سيدي هسه بس انا ما كنت دا اريد اعبر، احنا دا نمشي بسايرنا وبطريقنا ابو السياره ولا كانه دا يشوف يجي ويطخ ويمشي انا قلت لك كلمه تعتذر اغلبهم يعني شلون تقولي ما عنده وعي هيك اريد اختصرها بهاي الكلمه زين ما عنده وعي حياه الناس هيك يعني ما لها قيمه؟ هي مو يعني شلون تقولي حاله عامه بس موجوده بكثره للامانه موجودة بكثرة خصوصا منطقة العلاوة نصيحتك لاخواننا سائقين مركبات يا اخوان انتبهوا السياقة فن وذوق واخلاق ارواح الناس صحتهم انت من تكسر ايده لو رجله هم تعرض للخطر هم راح تسبب لعاهة اكيد فنصيحتي لكم يعني السياق انتبه هسه شوف يباوع علينا ما يباوع وراح يدعم الامر هاي واحدة من الحالات لا سيدي لا تقول يباوع علينا انه بنكون احنا سبب الحادث بس هسه احنا كنا حتى احنا نمشي اي يعني المفروض هو شنو واجب السائق ينتبه على الشارع يسوق نعم. واللي صاعدين وياه واللي يمشي هو مسؤوليته اكيد نعم. المفروض